وفي ذات السياق التقت كاميرا أخبار الآن في المركز الروهينجي في جدة أحد المواطنين الروهينجيين من بورما وروى لنا قصة تهجير أخته من بيتها بعد حرق القرية بأكملها التي تعيش فيها. عبد الرحيم يروي لنا قصة أخته الهاربة من التطهير العرقي الذي يحدث في بورما. أتحدث عن أختي التي من قرية غرهلي من أراكان. طبعا أهل هذه القرية فروا بسبب إطلاق النار وحرق المنازل من قبل الجيش البورمي، وهم فارين من قريتهم من هذا الجحيم. الأغلب منهم غرقوا، وممن وجدناهم قتلى وحرقى في الطرقات في ضفاف الأنهار، والبعض منهم ما نعلم عنهم حتى الآن. وممن نجا أختي، وهي الآن وصلت في الشريط الحدودي وحالتها يعني حالة مأساوية جدا. ماني سول فاز دي نشيل بكون إيريه هون كسوك غير هوراني نواركان ماني كسواني نوا